استكملت وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من خطتها بالمرور الميداني على المنشآت الطبية في محافظات الصعيد ورصدت الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص وإدارة العلاج الحر بمحافظة قنا عددا من المخالفات في بعض المنشآت الطبية الخاصة من ضمنها عدم اتباعهم اشتراطات التراخيص ومكافحة العدوى حيث يجرى اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه تجاه المخالفات التي يتم رصدها